تعتبر الثعالب من فصيلة الكلبيات والتي تتغذى على اللحوم أو بتعيش عادة في البرية. ومن المعروف أن الثعلب عادة بيكون ذات فراء أحمر فاتح، إلا أن ذلك هو نوع واحد من 27 نوع من الثعالب. وقد أساء الإنسان للثعالب ليس فقط بالتعدي على المناطق البرية التي تسكنها الثعالب، بل ارتبط اسم الثعلب بالمكر والخديعة في أذهان معظم البشر، وذلك بسبب تعدي الثعالب على طيور المزارع والحيوانات الصغيرة اللي بيربيها الإنسان. ويمكن ده السبب الرئيسي اللي خلى الإنسان يلقب الثعلب بالمكر والخديعة. أهلا بيكم في قناة مطلعون، وأحب أذكر المشاهد الكريم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. برغم أن الثعالب عادة بتعيش في البرية، إلا أن في ثعلب واحد زهق من عيشته وقرر يسيب البلد ويعيش لوحده في الصحراء. هو ثعلب الفينك أو ثعلب الصحراء. يعتبر ثعلب الفينك من أصغر فصيلة الثعالب وألطفها. وعلى الرغم من شكله الكيوت الظريف، إلا أن الشكل اللطيف ده بيخفي وراه قوة تحمل عالية جدا، لأنه ببساطة اختار أنه يعيش في الصحراء الكبرى. وما أدراك ما الصحراء الكبرى؟ تعتبر الصحراء الكبرى من أقصى البيئات في العالم، حيث تقع الصحراء الكبرى في شمال قارة أفريقيا تتعدى مساحتها 9 مليون كيلومتر. وطبعا لك أن تتخيل أن كل هذه المساحة تكاد تكون عديمة الظل، فكيف بطبيعة الحيوانات اللي عايشة فيها؟ وعادة ما تكون الشمس عمودية على الصحراء الكبرى، بمعنى إنها بتكون شواية بس من غير فحم. وبسبب عمودية الشمس بتصل درجة الحرارة في أغلب الأوقات إلى 50 درجة مئوية نهارا و10 درجات مئوية ليلا. ومن نظرتنا الفاحصة والماحصة والجاحظة لثعلب الفينك هنلاحظ إن فراءه الكثيف ذات اللون الأصفر البيج، يعني شبه لون الرمان. ده لفائدتين: الأولى هي التخفي من باقي المفترسات، والثانية تدفئته في الجو البارد للصحراء الكبرى. وهنلاحظ أيضا إن كفوف ثعلب الفينك بيغطيها فرو زي باقي جسمه، وده علشان يقدر يتحمل الرمال الحارقة بسبب أشعة الشمس العمودية. وقد حمى الخالق سبحانه وتعالى ثعلب الفينك مخالب حادة منحنية للداخل، وده بيديله مهارة عالية في الحفر وسرعة في الأداء، وده بيخلي ثعلب الفينك سريع في الوصول لفريسته من السحالي والقوارض اللي مستخبية تحت الرمال. ولو عملنا ثعلب الفينك أشعة مقطعية يا ولداه، هنلاحظ إن أذناه كبيرة بشكل غير طبيعي، وكأنه كان بيطقطق ودانه على جيرانه. لكن في الحقيقة أذن ثعلب الفينك لهما فائدة كبيرة جدا، إنه ممكن يسمع حركة الفرائس من القوارض والسحالي وغيرها من تحت الرمال، بمعنى إنه بيعتمد على أذناه في الصيد أكثر من الرؤية. بالإضافة إن أذن ثعلب الصحراء عاملة زي التكييف بس من غير فريون، بمعنى إن الأوعية الدموية القريبة من الأذن بتعمل على نقل الحرارة من جسم ثعلب الفينك إلى الهواء الخارجي. ومن أغرب الأشياء أيضا في ثعلب الفينك إنه ممكن ما يشربش مية طول عمره، وده طبعا بسبب تكيفه مع ندرة المياه في الصحراء الكبرى. وبكده بيكون ثعلب الفينك بيستخلص المياه من الفرائس والأشجار والثمار اللي بيتغذى عليها أحيانا. وبسبب شكله الكيوت ممكن نلاقي ثعلب الفينك بيتربى في البيوت أحيانا زيه زي أي حيوان لطيف. وبكده خلصت حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير الحلقة الجاية.